أعلن المكتب الوطني للمطارات أنه على إثر قرار السلطات المغربية تم رفع القيود الصحية اختبار PCR وجواز التلقيح المطلوبين لدخول التراب الوطني. وأوضح المكتب في مذكرة للمسافرين أن البطاقة الصحية للمسافر هي وحدها التي يتعين تقديمها معبأة بعناية بكافة المعلومات المطلوبة عند دخول التراب الوطني. وللتعليق على هذا الموضوع معنا مباشرة الأستاذ طيب حمدي، طبيب وباحث في السياسات الصحية ونائب رئيس الفيدرالية الوطنية للصحة. أهلا بك أستاذ وسعداء باستضافتك. أهلا وسهلا وشكرا للاستضافة. طيب، ما هي قراءتكم لقرار إلغاء القيود الصحية لدخول التراب الوطني؟ أنا كنظن بأن واحد القرار غادي في واحد المنطق اللي هو يعني متواصل ديال تفكيك الإجراءات اللي كانت متخذة من أجل حتم انتشار الفيروس. كلما أولا تحسنت الوضعية الوبائية سواء في المغرب أو في العالم، كلما زاد التلقيح وزادت المناعة عند السكان سواء في المغرب سواء في العالم، كلما كانت عندنا معطيات علمية كتأكد باللي ما عندناش تخوفات خاصة أو معينة. وبالتالي المغرب كيعيش عدة أسابيع الآن من يعني واحد انتشار ضعيف جدا من الفيروس، كذلك في العالم كاين نقص خلال الأسابيع كلها المتواصلة، نقص ديال الحالات الجديدة حتى في الدول الجارة ديالنا الأوروبية اللي فيها موجة ثامنة، ما كاينش ضغط على المستشفيات ولا غيرها. وبالتالي في إطار هذا تحسن الوضع الوبائي في العالم يمكن لنا نقولوا بأننا تجاوزنا في الجائحة المرحلة الحادة ديال الجائحة، وبالتالي كان من الضروري بالنسبة للمغرب باش كذلك حتى هو يفكك هذه الإجراءات هذه بنقول العودة للحياة الطبيعية داخل المغرب أو عبر الحدود الوطنية. نعم، بخصوص البطاقة، ما هي أهم المعلومات التي تحملها البطاقة الصحية للمسافر، وهل تعتبر لنقل كافية لضمان الأمن الصحي؟ بالنسبة للبطاقة الصحية لأنه كان مطلوب أولا إما تلقيح إما تيست ديال PCR، بالنسبة للبطاقة الصحية كتطلب فيها معلومات على الحالة الصحية ديال الإنسان، الأماكن ديال الاتصال به، إذا كان شي إشكال يعني غادي يكون شي اتصال بمواطن معين إذا تبان شي تحاليل معينة أو معطيات صحية معينة. وكذلك هي بالنسبة للجميع، بالنسبة للسلطات الصحية في المغرب، هذه المعطيات هذه ديال المرور عبر الحدود الوطنية فقط من باب الاحتراز فقط. أما اليوم المغرب كيمكن يدخل ليه المواطن اللي عنده التلقيح بطاقة ديال التلقيح ديالو أو اللي ما عندوش بدون ما يدير شي PCR. علاش؟ لأن الوضعية الوبائية يعني في الحدود، يعني سواء داخل المغرب ولا خارج المغرب، حنا كنعرفوا بأن الآن الحالات قليلة وكنعرفوا بأنه ما كاينش ضغط وتخوف على المنظومة الصحية ديالنا بصفة نهائية. كما ذكرت الحالات التي تم تسجيلها مؤخرا تعتبر قليلة إلى حد ما، هل يمكن اعتبار إذن جائحة كوفيد-19 منتهية بشكل تام بعد مرور أكثر من عامين على انطلاقها وبالتالي إسقاط جميع الإجراءات المتعلقة بها؟ اللي يمكن لنا نقوله ربما نأكده على أنه نحن تجاوزنا في العالم، ومن كنتكلم على العالم ما كنتكلمش على المغرب فقط. علاش؟ لانه الجائحه ما فيهاش دوله من غير دوله، الا عندنا شي متحور جديد خطير في اي دوله في العالم، العالم كله فيه خطر. انا كنتكلم عالميا، تجاوزنا المرحله الحاده ديال كوفيد-19، هذه حقيقه ثابته بالارقام. اولا لانه عندنا الثلثين ديال سكان العالم تلقوا التلقيح ديالهم، الاحصائيات والدراسات كلها كتقول باللي اكثر من ثلثين سكان العالم سبق ليهم تصابوا بكوفيد-19 خلال هذه السنتين ونيف. بالتالي عندنا واحد المناعة في سكان العالم عن طريق اللقاح وعن طريق الإصابات اللي كتحميهم من الحالات الخطيرة على الأقل والوفيات ضد كوفيد-19. فقط الناس اللي عندهم 60 سنة فما فوق، ولا النساء الحوامل، ولا الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، هادو اللي المناعة ديالهم كتتلاشى مع الوقت. إذا ما كانوش متلقحين تلقيح كامل، هادو هما اللي كيبقاو عندهم الخطر، واللي كنشوفوا في دول العالم كلها هادو اللي كيدخلوا الأقسام الإنعاش في الوفيات. إذا المرحلة الحادة تجاوزناها، المناعة متوفرة، الفيروس لا زال قائما وغادي يبقى معنا. كنظن باللي كذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة نحن نعيش، كنظن باللي نعيش في الأشهر الأخيرة من الجائحة. هذا ما كيعنيش أن الفيروس انتهى، باقي الفيروس كاين. الناس اللي عندهم 60 سنة فما فوق، الناس اللي النساء الحوامل، الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، السكر، التونسيون، الضيقة وغيرهم، خصهم يديروا التلقيح ديالهم، لأنه واخا تنتهي الجائحة كيبقى الفيروس دائما غادي نتعايشوا معاه وغادي يكون خطر على هاد الناس. وبالتالي اليوم الرسالة واضحة، العودة إلى الحياة الطبيعية، نهاية الفترة الحادة، ولكن على الناس اللي هما فئات الهشة باش يستكملوا التلقيح ديالهم سواء فيما تبقى من الجائحة أو السنوات المقبلة، إلا إذا ظهر شي متحور
أقل خطورة جدا من مكاين، أنا ذاك ربما ما نحتاجوش حتى شي حد ليتلقح من جديد. نعم واضح جدا. الطيب حمدي طبيب وباحث في السياسات الصحية ونائب رئيس الفيدرالية الوطنية للصحة، نشكرك على كل هذه التوضيحات. مرحبا مرحبا.